يا رب 2017 تبقى وش الخير وعلينا كلنا وعلينا بالذات بقى دوليا من قلبك. ايه حلمك او هدفك في 2017؟ هدف 2017 ان انا ارتاح نفسيا واهدى وابقى يعني ابقى حاسه مطمنه شويه، وفي شغلي طبعا ربنا يكرمني يا رب واخد على قد تعبي لاني بجد بتعب قوي، ويا ربنا يا رب كل الناس تبقى مبسوطه. طب تحبي تقولي لقراصنة البلد؟ عايزه اقول لكل قراصنة البلد بحبكم قوي، من اول الناس اللي عملتوا معايا انترفيو لما جيت لكم في صدى البلد، ونورا نبيل وبحبكم جدا، ويا رب يا رب دايما دايما نطلع مع بعض، ودايما ابقى مشرفاكم كده ومتابعين اخبار يا رب دايما دايما.